حاجه اسمها الروتيتور كاف ماسلز تمام؟ فاكرينهم؟ الروتيتور كاف ماسلز فاكرينهم خالص ولا عرفنا هما كام ماسل؟ لا حد عارف عنهم اي حاجه؟ هما كام ماسل؟ فين بالظبط؟ ايه؟ فين بالظبط؟ يعني ايه روتيتور؟ روتيتور روتيشن يعني دوران روتيتور دوار دوار كف يعني ايه؟ روح كف اللي هي سي او يو جي اتش كف سي او اف سي او اف اف دي سمانه مش سمانه قوي يعني دوار صرفتها ازاي؟ كف دي عارفين عارفين الرباط عارفين انتوا الرباط بتاع الجهاز الضغط ماشي بنسميها الكف تمام لانها بتلف حوالين الايه الدراع اللي انت بتشتغل عليه او بنعمل كف لما احنا عايزين نعمل فيش اللي ورا اللي في النص ده شغال اخر واحده في التيف تحت بقى اخر واحده في التيف ده كان اول واحده ده ولا ده هي حركه في النص كده خلاص يحيوك تقريبا هو بيتقفل وكده في واحد اتبقى في الاخر بس كده المهم فاحنا بنسمي الروتيتور كاف ديت بحيث ان هي بتلف الكتف من كل الجهات تمام فهي ووظيفتها ان هي تدور الكتف خلاص معروف ان الكتف من الشولدر من اكتر الجوينتس حركه فمحتاج ان هو يلف لبره اكسترنال روتيشن ويلف لجوه انترنال روتيشن يحتاج يترفع لفوق الحركه دي كلها بيسموها سيركمدكشن يعني انت بتحرك سيركمفرنشال يعني على 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 طول الدايره اسمه سيركمدكشن فالماسلز بتاعه الشولدر غير الروتيتور كافس حاجات تانية خاصه بالبكتوراليس اللي هي عامله الانتيرو فولد بتاع الاكزيلا ده تمام واجزاء ورا متوصله بالظهر زي لاتيسموس دورسي وماسلز ثانيه انا مش هنستفيد في الحاجات ديت لكن انا يهمني معانا الروتيتور كاف لان هم دول اللي بيحصل فيهم باثولوجيز كتير عاده البكتوراليس او اللاتيسموس دورسي ما بيحصلش فيه مشكله لما يكون حد بيلعب رياضه معينه او بيشتغل تقيل فحصل ان بيحاول يقوي العضله دي او بيلعب عليها وفي الاخر قطع لكن من الاهم عندنا هم الروتيتور كاف ماسلز وهم اربعه ماسلز اللي قلنا عليهم سوبرا سباينيتس اللي بتطلع من السوبرا سباينس فوس والانفرا سباينيتس اللي بتاعها الصغيره في السابس كابولاريز قدام واتبقى لنا واحده اسمها تيريس ماير دي اقلهم اهميه لانها اقلهم باثولوجي تمام الروتيتور كاف ماسلز دول لهم اتاتشمنت على مستوى الهيومرس في حتت مختلفه لكن ثلاثه منهم ماسكين في الجريتر تيوبروستي واحده منهم اللي ماسكه في الليسر تيوبروستي اللي هي السابس كابولاريز ماسلز الام ار اي زي ما احنا عارفين او بعضنا يعلم والبعض الاخر هيعلم دلوقتي ان في الام ار اي بيعتمد على حاجه اسمها سيكونسز يعني ايه سيكونسز؟ يعني صوره المقطعيه هي صوره واحده وانا بلعب في الويندو بتاعتها عشان اوضح اللي انا عايز اشوفه عايز اشوف عظم بعملها بون ويندو عايز اشوف لانج بعملها لانج ويندو او بالمونري ويندو عايز اشوف سوفت تيشو بعملها سوفت تيشو ويندو عايز اشوف برين وهيمورج بتاعه بعمله بويندو تكون هارد شويه قريبه من اللانج سنتر الام ار اي بقى بيديني فاسيلتيز ثانيه بيديني صور كل صوره بسميها سيكونس لنفس الحته بنفس المقطع سواء اجهزه الشاشه الالكترونيه ويختلفوا عن بعض في فكره لا هو ده مش هيبقى ماشي هو هيبقى هنا كمان ربع ساعه ان شاء الله الفكره فيهم ايه؟ ان انا بلعب لعبه تباديل وتوافير، يعني ايه لعبه تباديل وتوافير؟ يعني انا عندي سيكونس ولنقل زي التي 1، تي اختصار تايم على فكره. تي 1 التي 1 ده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان انا ما بقراش الفلويد، ما بعرفش اشوفه فبيسود في عيني. فلويد يعني ميه. الميه تسود في عيني. فبالتالي اي حاجه فيها ميه تسود في عيني. بحب اشوف قوي الفات. بيبقى ابيض كده زي السمنه في عيني. بحب اشوف البلاد في معظم اوقاته بيبقى ابيض في عيني المسلز عشان فيها فلويد شويه سيتوبلازم وكده فبالتالي بتنزل شويه بتبقى درجه ما بين ده وده نيجي بقى نتعرف على سيكونس ثاني اسمه تي 2 لا ده بيموت في الميه ما بيكرهش الفات تمام ممكن خبص عينك يعني ايه هو بيحب الميه يعني اي حاجه فيها ميه هتبان بيضة بيض في عيني ومع ذلك الفات برضه بيض في عيني مع اختلاف بسيط هنا بس ان في حاجه زمان اسمها فاست سبين ايكو وحاجه اسمها سبين ايكو سبين ايكو بتاع زمان الفات فيه كان اسود شويه الفاست سبين ايكو اللي هو كلنا بنستخدمه دلوقتي الفات فيه ابيض
فمثلا لما نعرف ان السيكونس ده الفات فيه ابيض والسيكونس ده الفات فيه ابيض، السيكونس ده الفلويد فيه اسود، السيكونس ده الفلويد فيه ابيض، في عندي سيكونس تاني ما بينهم ميال شويه ناحيه التي 2 لكنه بيحرق الفات بنسميه ستير، واحد تاني برضه قريب ما بينهم اسمه بروتون بيخلي لي حاجه المايعه شويه لكن بيبين لي الغضروف كويس. يجي لي بعد كده حاجه اسمها جريديانت، جريديانت دي ان انا بخلف حاجه في التفاصيل بتاعه طريقه اخذ الصوره، وبالتالي بقلل الوقت شويه احرق الفات اخلي الفات لونه اسود واطلع صوره اقدر اشوف فيها الكارتريج كويس، اشوف فيها العظم لونه اسود، اشوف فيها المسلز برايت لونها ابيض. فبالتالي فكره السيكونس دي كلها التباديل والتوفيق، ان انا عندي التيشو انا مش شايفه كويس او مش عارفه فالعبه كل الالعاب وفي التالي اعرفه، اما يكون في ده ابيض وده ابيض ويتحرك في ده يبقى فات، اما يكون في ده ابيض وده اسود وده ابيض يبقى ده فلويد، اما يكون ده ابيض وهنا جراي شويه لا ده سوفت تيشو ده زي المصل، طب نعمل له ايه؟ تجيله سمك عشان تفرقه ده سوفت تيشو ولا فلويد معكر عليه شويه دم، تمام؟ تديله صبغه خد يبقى ده تيشو عايش، يديله صبغه. فهي الفكره كلها في الام ار اي فكره تباديل وتوكيل. فاحنا عندنا دايما بنحب ما دام احنا هناخد سيرش تراكز للكورنر وعندي فاسيلتي من الام ار اي نديني سيكونسز مختلفه فانا لازم استخدم اكتر من فاسيلتي، فبعمل بروتوكول للحاله، يعني حاله ني هتجيلي، حاله شولدر هتجيلي، حاله البو هتجيلي، اعمل بروتوكول افصله. البروتوكول ده بيقول ان في اكزل وسيرش كورونر ويبقى كل واحد من دول فيه سيكونس او اثنين، بحيث ان انا العب بكل التفاصيل، اشوف المصل كويس في سيكونس، اشوف الليجامنت كويس في سيكونس، اشوف الكارتريج كويس في سيكونس، لو في ماس موجوده ممكن ازود سيكونس معينه عليه او ما الى ذلك. تمام؟ اتفضل. عايزين عصايه؟ ايوه بس انت مش عايز تشتغل. ما ينفعش تضرب بس. تمام؟ دي فكره الام ار اي، فاحنا عندنا السيكونسز المختلفه زي اللي احنا عرضناها عندنا هنا. ده السيكونس الاولاني بروتون اللي هو اقرب شويه الى تي 2 لكن هي الصوره مرمقينها، فالاولانيه دي بروتون، الثانيه الفات اللي موجود في الهيومرس والفات اللي السبكتينيوس تيشو اسود، فهي عباره عن فات سبريشن ايمج، وتبقى بقى هي زي الاولانيه واتحرق فيها الفات ولا لا. الثالثه برضو زيهم ولكنها بدل ما هي بروتون هي تي 2. البروتون والتي 2 لحد ما قريبين من بعض وان كان المصل في البروتون اعلى شويه. برضو دي بروتون المصل فيها اعلى شويه. ده بنسميه ارسلوجرام ان انا بحقن كونتراست ابيض جوه الشولدر واصور تي 1 عادي. الصوره دي جريدينت تحس ان الفات كله اتحرق والمصل عايمه كده ما تقدر تفرقها بينها وبين الفات اللي اتحرق. ودي صوره زي اللي هناك الكورونا الثانيه اللي فوق. انا ما يهمنيش تعرف السيكونس طالما انت ما انتش بيرفكت فيها، ولكن تفهم كل سيكونس اتعمل ازاي وبستخدمه في ايه. معايا؟ يعني احنا قلنا ان التي 2 حلو للفات والفلويد والمصل، تمام؟ لكن لو الاثنين دخلوا مع بعض، يعني فلويد دخل مع فات وهما الاثنين ابيض مش هقدر افرقهم عن بعض. طب ده هيحصل امتى؟ الفات يخش مع فلويد. الفات موجود فين؟ موجود في السبكتينيوس تيشو تحت الجلد، وموجود ما بين المصل بعضها وبعض، ما بين الاورجنز بعضها وبعض. موجود بكثره جوه البون مارو، جوه العظم، جوه نخاع العظم. فبالتالي لو في ليجن او في انفلاميشن جوه العظم هيبان ابيض في التي 2 وهيبان ابيض الفات اللي حواليه ابيض، فانا محتاج اعمل ديسكريميشن ما بين الاثنين، افرق الاثنين مع بعض، فاضطر ان انا اعمل ايه؟ احرق الفات، محتاج احرق الفات عشان اشوف ده كويس، تمام؟ احرقه في التي 1 ولا احرقه في التي 2؟ في التي 2 احنا هو فات سبريشن في التي 1 ولا في التي 2؟ التي 2 التي 2 ليه؟ لان الليجن هيبان ابيض، فلما يتحرق يبان ابيض والفات يتحرق اسود. لكن في التي 1 لو انا حرقته هو اصلا الفلويد اسود في خلفيه بيضاء فهو باين حلو في العادي، فلما احرقه يبقى الاثنين بقوا اسود. تمام؟ طيب دي صور الكورونا الام ار اي بيبان فيها عاده زي ما احنا شايفين هنا هنا الاكروميوكلافيكلر جوينت ده الاكروميوم ودي الكلافيكل، هنا السوبرا سباينيتس ماسل اللي انا بعمل الاوبليك ده مخصوص اللي هو الكورونا الاوبليك عشان اوضحها كويس مع التندون بتاعها والاتاتشمنت مع الجريتر تيبروسي اللي موجوده في اليومرس. ده الجلينو هيومرال جوينت دي اسمها الجرينايت تيوبيكل ودي الهيومرس ده الجلينو هيومرال ارتكوليشن. اما ابدا اطلع ورا شويه الاكروميوم تبقى لوحدها الكلافيكل تختفي لانها قدام وبعد كده بقيه السكابولر جرينايت بروسيس تبدا تظهر معايا السباين مع الهيد. بعد شويه لما ارجع ورا شويه السباين بنت لي تحت هنا كويس خالص السباين دي اللي بتكمل قدام كاكروميوم وما تحت السباين هيبقى الانفرا سباينيتس تمام اللي هتاتاتش برضه في اليومرس. المصل اللي بتغطي بره كل حاجه دي بتغطي كتف من بره قدام وفوق وتحت وورا دي الدلتويد
اسمها ايه؟ دلتويد ماسل. اما اعمل ساجيتال اول طبعا ماسل هتبان معايا كويس قوي الدلتويد. ادي دلتويد في كل حته. ده الهيومرس هيد ودي الاكروميوم. السبيس اللي تحت الاكروميوم ده عاده بيسموه السب اكروميوم سبيس. الفراغ ما تحت الاكروميوم. الفراغ ما تحت الاكروميوم ده زي ما احنا شايفين هو عباره عن شويه تندونز كتيره. التندونز دولت بتوع روتيت القف، هي دي القف. لونه اسود، الحاجات السوداء دي كلها هي دي التندونز، هي دي الاربطه بتاعت روتيت القف، عشان كده هي بتلف داير ما يدور حوالين الهيومرس. لو دي هي اللي تشدد تخلي الهيومرس تلف كده. لو دي اللي تشدد تخلي الهيومرس تلف الناحيه الثانيه. لو اللي فوق اللي تشدد تخلي الهيومرس تترفع. تمام؟ متخيلين الوضع؟ فدول هم كلهم روتيت القف. السبيس ده لو ده يخلي الماسل اللي فوق اللي هي السوبرا سباينيتا لما يحصل لها اكشن تبدا تتحرك ترفع الدراع تخبط في العظمه او تتزنق ما بين العظمتين فيحصل لها حاجه اسمها زنقه او انترابمنت او امبنجمنت على حسب المصطلح لكن الاشهر فيه هو الامبنجمنت او بتسميه الضغطه اللي هو الزنقه زنقه العضله اللي هي سوفت تيشو ما بين عظمتين اللي هم هارد تيشو اللي هم حاجات ناشفه طريقه الزنقه ما بين ايه؟ حاجتين ناشفين تمام؟ كل ما نبدا بقى نخش بالساجيتال بتاعنا من بره لجوه كده ابدا ابص على التندونز تبدا تشوف المسلز بتاعتها. معروف لينا كلنا ان التندون بيبقى لونه اسود في الام ار اي سواء انا خدته في تي 2 تي 1 بروتو اي حاجه. التندون لونه اسود تمام؟ مفيش فيه فلويد كتير فبالتالي هيبان اسود ما بقدرش اخد منه سيجنال كويسه. فبالتالي اي تندون لو السيجنال بتاعته سواده ده اتغير يبقى فيه مشكله ماشي؟ فعندنا هنا هنشوف ان الماسل بتلم نفسها بتندون اللي هو النقطه السوداء دي في خلفيه الماسل اللي هي الجراي دي اللي هي كلها لون رمادي ودي تندون تاني بيلم من ماسل تاني رمادي وده تندون تالت اللي هو السوبرس بايندس في ماسل تالته رمادي برضه هنا بقى الماسل تبدا تبان دي هتبدا معايا التيرس اللي النقطه بتاعتها التندون ودي الانفراس باينيتس اللي التندون بتاعها الحته دي السودا دي ودي السوبرس باينيتس اللي التندون بتاعها الحته السودا دي ودي السابس كابولاريس لها تندون عريض شويه منقط في حته هنا منه دي حته منه دي حته منه دي حته منه دي حته منه فالمصل هنا كلها لفت حوالين الايه؟ الهيد داير ما يدور فسميناها الكف وهم بيشتغلوا عن طريق ان هم يعملوا روتيشن للهيومرس فسموها ايه؟ روتيتور كف تمام؟ اوضح هنا ماسلز دي السابس كابيلاريز كبيره قدام سوبرس ماينتس فوق الانفراس باينيتس ما تقدرش تفصلها قوي عن التيرس ماينور تحت تمام نفس الماسلز تاني حوالين الجلينايد اللي طالعه قدام بمنقار اسمه كوراكويد كوراكويد يعني منقار البربغان منقار الصقر اسمه ايه؟ كوراكويد شو العضله لازم تندم واحد بس يا دكتور كل عضله المفروض على حسب يعني البايسبس عندها 2 تندون الترايسبس عندها 3 تندون الكوادريسبس عندها 4 تندون التندون له اشكال مختلفه في تندون رواقي على شكل دايره رباط حبل واحد وفي تندون رايح على هيئه الرباط اللي هو زي الاستك كده عريض بتربط بحاجه عريضه مش لازم واحد بس حسب قوتها وهي ماسكه في حته قد ايه يعني ممكن يمسك في حته زي صباع او يمسك في حته عريضه والعرض ده ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده كل واحده لها اناتو يعني السابس كابولاريز من الحاجات اللي التندون بتاعها عريض تمام يعني ممكن حته منه تتقطع لكن بقيته ماسك ماشي بيختلف الصور دي اكزيال زي ما احنا مقطعين هنا بنبدا من اول فوق الاقي السوبرس باينيتس فوق باينالي باين هنا السباينوس بروسيس انتهت مع الاكروميوم وهنا كلافيكال اكروميوم لابيكولار جوينت دي المحاضره اللي قبلكم خمس دقايق ان شاء الله وخلاص تمام ننزل تحت هنا تلاقي بقى التندون اللي هو النقطه السوداء او الشرطه السوداء دي لما من المصل فده ماسكولوتندينوس جانكشن بتاع السوبرس باينيتس بعد كده تحت نبدا نلاقي الجلينو هيومرا جوينت ده واللي هي الكوراكويد المنقار اللي خارج قدام دي الهيد مع الجلينويد الجلينويد المفروض اي جوينت بيسموه حاجه اسمها يعني دايره زي الهيومرس زي الفيمر بتكون راكبه في حاجه زي الكوبايه صح؟ عشان تقدر تلف وفي نفس الوقت ما تتخلعش تمام؟ طب الكوبايه دي هتحجم لي حركه الايه؟ الهيب هتحركها بس مش في كل الاتجاهات بالنسبه للهيب الهيب حركتها معروفه قدام او ورا بره دي ما بتحصلش كتير قوي ماشي؟ لكن الكتف لا
احتاج ان انا احركه حركات عنيفه وبعيده شويه. فبالتالي الجلينايد اللي هي الكوبايه محتاجه تبقى فلات، تبقى طبق، ماشي؟ ده هيخليني ان الديسلوكيشن، ان الهيد تخلع من الطبق ده بسهوله. فنحاول ان احنا نحافظ على النقطه دي، ان انا اعمل ريم او جدار حوالين ال هي دي المحاضره يا جماعه اللي قبلها، ماشي؟ ده ان شاء الله هيبقى في ريم على جدار الطبق من بره. الريم ده عباره عن كارتريج او عباره عن غضروف طف شويه، لكن في نفس الوقت ممكن يتنى، بحيث ان انا احافظ على ان يبقى في شفه الهيد ما تطلعش منها، وفي نفس الوقت طريه انا ممكن اتنيها سن، ممكن اجي عليها شويه، تمام؟ الحته دي بنسميها لابرام. لابرام ده اللي هو الشفه، تمام؟ الجلينويد لابرام ده عباره عن كارتلج داير ما يدور، كاوتشه محطوطه على جدار الجلينويد، بحيث ان الهيد تبقى مغوطه شويه، وفي نفس الوقت اما تحب تتحرك تعب. الجلينويد لابرام ده من الحاجات اللي بتتقطع لو الهيد ديسلوكيتد، خرجت بتقوم قطعه وخارجه. فده عاده اما اشوف وانا بقى الكاوتشه دي وانا مقطع بشوفه حته قدامه وحته ورا، مقطع كورونا بشوف حته فوق حته ايه؟ تحت. هو ده الغضروف بتاع الايه؟ شغل. بص كلمه غضروف كلمه واسعه بالعربي. نرجع لها بقى بالانجليزي، بتنقسم الى جزئين، كارتليج وجلينايد لابرا، ماشي؟ في الشولدر او الهيب، في الني منسكس وكارتليج. كارتليج ده القرقوشه بتاع الفرخه، عظمه الفرخه ديت، القرقوشه اللي فوق اللي جامده دي اللي بتخلي العظمه ناعمه، تمام؟ دي اسمها الكارتليج، دي حته ناعمه كده ليه؟ عشان تخلي الحركه ناعمه على بعضها. دي لما بتبدا تتقطع او يحصل فيها جرح تبدا تخشن، يحصل يبدا الخشون. لكن فوق دي كمان في عباره عن ديسك، الديسك ده اللي هو المينيسكس في النيه او اللابرم اللي هو الكاوتشه هنا. مصطلحا بالعربي بنقول للعيان انت عندك قطع في الغضروف، تمام؟ بنعتبر ان الاثنين غضروف، واحد فيه ترو كارتريدج والثاني هايلاين ميمبرين، تمام؟ ده حاجه وده حاجه كانجليزي او كعلم عندنا، لكن هما الاثنين بيطلق عليهم عامه الايه؟ الغضروف. فانا لما ابدا اقطع في الاجزيه الاقي ان هنا في جزء مثلث صغير ده اسمه الانتيرو لابرام، وجزء ورا صغير خالص، مثلث اسود صغير خالص، ده اللي هو ايه؟ طرف الكاوتش اللي انا بقطع فيه. كل ما ننزل تحت هتشوف طرف الكاوتش ده كويس، يعني هنشوف هنا مثلا ده المثلث الاسود ده طرف الكاوتش اللي قدام مع طرف الكاوتش اللي ورا، وهنا وهنا. المصل هتبدا قدام، المصل المستمريه معايا دايما قدام سابسكابولاريس، ورا يا اما فوق سوبرا سباينيتس يا اما تحت كتيرس ايه؟ ماينر. واللي بره خالص اللي بتمشي معايا دايما يدور دي مين؟ الدلتويد. عليكم الارثروجرافي فكرته ان انا بحقن الجوينت جوه صبغه واصوره كتي وان اناتومي، فمحتاج ان انا اعمله ليه؟ عشان اشوف الشفه دي اما تتكسر. اشوف ايه؟ الشفه. شايفين هنا الشفه دي اللي فوق عامله ازاي؟ باينه حلو ازاي المثلث بتاعها؟ وتحت هي شفه لازقه فيه، فانت مش قادر توضحها قوي لان العظمه كمان لونها اسود وهي لونها اسود. لكن دي الشفه اللي فوق ودي الشفه مين؟ اللي تحت اللي هي اللبره. المفروض ان الشفه هنا هو الحته السوداء اللي دايما بدور دي، كاوتشه دي. ماشي كده؟ تعالوا نشوفها هنا في الاكزيال. شايفين النقطة السمراء اللي قدام ده ايه؟ المثلث الاسمر الصغير ده، ده الكاوتش. شايفين اللي ورا ده؟ ده الجزء اللي وراني بتاعها. فبيسموها ده الانتيريور لابرام وده البوستيريور لابرام، تمام؟ هنا برضو انتيريور لابرام وده بوستيريور لابرام. بس كل ما اطلع فوق يقول لك انتر سوبيريور لابرام، كل ما انزل تحت اسمه ايه؟ انتر انفيريور. لان هو عامل زي الساعة، زي الساعة دايما مندوب بس هو بيضاوي شوية. فهو فوق سوبيريو وتحت انفيريو، يعني عند الساعه 12 سوبيريو، عند الساعه 6 انفيريو، 3 و9 انتيريو وستيريو، ما بينهم بقى قرب انترو سوبيريو، ماشي؟ زي البوصله كده، جنوب شرق وشرق غرب وما الى ذلك. في بوزيشن في الشولدر بيسموه ابدكشن ستيرنال روتيشن. يعني ايه ابدكشن؟ ابدكشن، ماشي؟ ستيرنال روتيشن اللي عمل كده خلاص. انا يهمني القلب في حاجه لما تريح ايده فوق راسه خلاص، يبقى هو بيتصور عيان هو كده، ماشي؟ عندك كويل يعمل الحركه دي، هتدور، ماشي؟ هتدور يعني هو اصل هو كتفه كويس ومش تعبان وجاي الدلع، فاهمني قصدي ايه؟
احنا عادة ما نعرفش نعملها لان هو اساسا مش عارف يرفع دراعه. بس هو بوزيشن موجود عشان لو حد سألك عليه ما انت ايه عارف. بدل ما تقول له ابدكشن ستيرنتيشن حط ايدك في ورا راسك خلاص هي هي ابدكشن ستيرنتيشن خلاص كده. الكويل اللي ما يعرفوش الكويل ده يا جماعه انا عشان اخد المجاهر العيان بدخله جوه جهاز الرنين. الرنين ده عباره دخلته في فيلد من المغناطيس تمام يبدا يظبط البروتونز بتاعته كلها يرصها خلاص. البروتونز ديت حاجه زي الالكترونات كده في الخلايا بتاعه الهيدروجين اللي جوه الميه اللي جوه الخلايا. المهم ظبطها تمام. اجيب ار اف ده اللي هو امبليفاير ده بيبعت فريكوانسي كده عامله زي الشكر رنانه تمام. يبعت صوت خلاص اللي احنا بنقعد نسمعه بودننا ده يبعت صوت عشان اللي كانوا متنظمين في صفوف دولت بالمغناطيس يقوموا ايه جاريين الناحيه الثانيه. واول ما الصوت يقف يبداوا يرجعوا. في رجعته في كويل ده بياخد منهم معلومات. فكل ما كان الكويل لازق على الجسم او المنطقه اللي انا بصورها ياخد معلومات قويه يديني بقى المعلومات دي على الكمبيوتر يطلعها لي كصوره فياخد صوره احسن تمام. الكويل ده عاده بحطه حوالين الحته اللي انا عايز اعملها فحص. وكل جهاز له شكل الكويل خاص بيه وكل شخص ليه كويل ينفع له وكويل ما ينفعوش على حسب حجمه. يعني في عندنا الركبه عاده في كويل كويس لها بس المصريين بنحتاج لهم كويل بتاع الابدومين مثلا ماشي عشان الركبه ساعات بتبقى واسعه شويه. فالشولدر الكويل بتاعه في معظم الاجهزه بيبقى عامل زي شكل مستقيم كده زاويه فانت بتحط كتفه فيه عشان اقول لك اعمله لي كده. طب هتطلعه منين دراعه يعني. فبتضطر تجيب بقى اما حاجه كويل فليكسبل لافف عليه او كويل كبير يغطي المنطقه دي كلها. بس عاده الصوره ما بتبقاش حلوه قوي. ميزه الفحص ده ان انت بتشد الليجامنت اللي موجود تحت ده فبتفرده كويس اللي هو الانفيريور جرينو هيومرال ليجامنت. هو ليجامنت واصل ما بين الجرينويد وبين الهيومرس فتقدر تشوف لو في اي مشكله موجوده فيها يبقى انت فردته وقدرت تشوفه كويس هل هو سليم ولا في قطع. ماشي اظن البوزيشن ده ما حدش عمله قبل كده. عملناه هنا في الجامعه ولا عملناه في الجامعه ايوه يا مسافه. بص هو في بقى حاجات فارينس كتيره في اللابرم. اللابرم ممكن ما يكونش مقطوع ولكنه بيتدلع او هو شكله كده او هو مولود بالخلقه ديت. ففي حاجات بقى بالنسبه للتشخيص دي خاصه بينا تمام. انا هحاول اظبط معاكم معاد اقول لكم في الالبو والريست وما فيش فيهم كلام كتير ان شاء الله. يعني الالبو مش هنستفيد فيه قوي في العضلات اللي موجوده عليه هم الليجامنتس والكومن وفليكسور والكومن اكستنسور. احنا عارفين ان الفليكسور قدام ولا ها فليكسور بتاعت الايد هو ايه هو ايه الاناتوميكال بوزيشن ده اسمه اناتوميكال بوزيشن صح؟ ماشي انتيريور اه فليكسور هنا في الايد فين؟ انتيريور انتيريور مش دي اللي بتعمل فليكشن؟ يبقى فليكسور ايه؟ انتيريور واكستنسور؟ بوستيريور. وفي الرجل؟ العكس العكس جميل قوي. فالفليكسورز كلها هنا صح؟ والاكستنسورز كلها هنا حاول كده تعمل فليكشن. سهل ان انت تعمل فليكشن مع لفه ايدك لجوه صح؟ فالتندن كل الفليكسرز دولت طالعين من اوريجين واحد اسمه كومون فليكسور اوريجين ماسك في الكوندايل بتاع الهيومرس هنا ميديا ده كومون فليكسور تندن خلاص. والاكستنسورز الناحيه الثانيه. ففي الالبو عندي كومون تندن هنا وكومون تندن هنا. اما يتخبط فيه او يلعب حركه كتيره زي الجولف او التنس واحد فيهم بيحصل له مشكله يبقى سموه الجولف البو والتاني بيحصل فيه مشكله اسمه التنس البو. ماشي كده؟ بيحصل التهاب عند الكومن ده او الكومن ده. ماشي كده؟ فليكسورز دولت رايحين للايه؟ الصوابع. تمام؟ الصوابع اسمها ديجيتس فبيقسموها جيتورا. واحد قال لك خليها سوبرفيشيال وواحد قال لك بروفاندا. واحد سطحي وواحد عميق. طب ليه ما كفايه واحد؟ قال لك اصل انا الصابع ممكن اثنيه كده ويعني ممكن اثني الصابع كده وممكن اتنيه كده. فواحد يوصل لغايه الاخر يتني السلميه الاخيره. واحد يوصل على اللي تحتيه يقدر يتني اللي تحت. لو الاثنين اقدر ان انا اعمل صوابع مع بعض. فاهمين قصدي ايه؟ يعني واحد هينتهي في السلميه اللي في النص، واحد هينتهي في السلميه الاخرانيه. عشان لو عايز اتني الاخيره بس او اتني اللي تحتها بس. مش كل الناس بيعرفوا يتني ده لوحده ويتني ده لوحده. ماشي؟ بس اللي هو بيستخدم صوابعه بقى وانت بتستخدم كده انت مثلا عايز الصابع ده بس يجي كده مش عايزه كله يتنى عايز بس اللي فوق مش هتحس بيها لو انت بتستخدمها في التايبنج او بتستخدم في حاجات رقيقه يعني تمام؟ لكن احنا بنستخدمه في الماوس طول النهار. خلاص؟ فدايما الفليكسورز كلها قدام والاكستنسورز بتاعتنا كلها ايه؟ ورا. في بقى حاجات خاصه بالاكستنسورز والفليكسورز زي الصامب بيسموه ايه الصامب؟ بوليسز
وفي الرجل هالوسس خلاص. وبرده الصبع الصغير ديجيتي مينيمي تمام، والاندكس بيسموه انديسز. في تندونز رحله واحده ليه بقى؟ لان في تندونز عندك هتقرب لك في دول في بعض غير بقيه الصوابع، والصبع الصغير له حركات خاصه بيه، فبالتالي بيبقى في شويه ماسلز او تندونز هنا ديليكيت شويه. انا عايزك تعرف المسميات تمام، مش لازم تعرفي كل واحد مكانه فين واسمه ايه، بس عايز اقول لك ان في حاجه اسمها فليكسور ديجيتي مينيمي وفليكسور انديسز، في فليكسور بوليسز، والبوليسز له ادكتور وابدكتور تمام، وله اكستنسور معايا كده. فانا عايز اقول ان ايه، ان المسمى تفهمه. اما يقول لك اكستنسور كاربي النارز يعني حاجه بتمسك ناحيه الالنا خلاص، واكستنسور يعني بتعمل كده بتخلي الريست يلف لورا. طب ريديالز يبقى بتخليه الناحيه الثانيه ماشي، اكستنسور كاربي النارز واكستنسور كاربي ريديالز، واحد ناحيه الريدياس واحد ناحيه الالنا، ده اكستنسور يبقى بيشتغل هنا. كاربي يعني ايه؟ كاربال بون، يعني هو ملوش دعوه بالديجيتس، ما بيحركهمش، بيحرك الايه؟ كاربال بون، فبالتالي بيشتغل شغلته كلها ايه؟ على ايه؟ على مستوى الريست تمام؟ فمن الاسم بتاعه تقدر تعرف التندون ده هيبقى موجود فين؟ اكستنسورز قلنا ورا، فليكسورز يبقى قدام. وانا تقابل المره الثانيه ان شاء الله.